هل يصح ان المراه تتولى شؤون المسلمين؟ سواء طبعا وتولت تسعين امرأة تولت رئاسة الدولة عبر التاريخ الإسلامي هم كانوا من 1400 سنة وهم وعارفين وفاهمين هذا لكن في حاجة اسمها الشيوع يعني طب في تسعين امرأة تولت الحكم طب في كم حاكم من الرجال لا تلاقي كتير اكتر من يعني مثلا التسعين دول هيبقى قصادهم تسعة الاف رجل تولى الحكم طب ليه ليه الرجال لهم نصيب ده في البشرية كلها ده ملوش دعوه بالدين احنا بنتكلم على المبادئ بتاعة الدين اللي هو ايه اللي يغضب ربنا وايه اللي يرضي ربنا لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده في البشريه كلها انتوا فاكرين ان الدين هو اللي عمل الحاجات دي هو الدين ما عملش الحاجات دي الحاجات دي اللي عملتها مقتضيات الحياه ومقتضيات الحياه اذا مشينا بيها بذكاء هنتمتع بيها وناخد كل فوائدها ونعيش فيها هناء